مساء الفل واهلا بيكم. طبعا طول ما شبابنا موجودين في ميدان التحرير وطول ما شبابنا بهذا الجمال وبهذا الحماس وبهذا العطاء السخي جدا النور هيجي اكيد ضروري النور هيجي. بس الحقيقه يعني واضح ان الشباب في حته واللي قاعدين على الكراسي الفخمه المسؤولين في حته تانية. انا هبدا بخبر كده بسيط وبعدين نبتدي نشوف مراسلين اخبارهم ايه في احداث في ماسبيرو. كاترين اشتون لا يكون النطق صح بس يعني هي كده كاترين اشتون. مين دي؟ دي المفوضه العليا للاتحاد الاوروبي. بتقول ايه؟ طلبت عده مرات من شفيق اللي هو الفريق احمد شفيق اللي كان رئيس الوزراء وشرف اللي هو الدكتور عصام شرف اللي كان رئيس الوزراء بعد الدكتور شفيق التقدم بالاسماء المطلوب تجميد اموالها في اوروبا. طلبت من الدكتور شفيق رئيس الوزراء اللي قعد شهر تقريبا وبعدين الدكتور عصام شرف اللي قعد حوالي 9 اشهر. وكانت الاجابه ايه؟ لم يرد احد. هل دي حاجه تصدق؟ يمكن كمان بتقول طلبت عده مرات من شفيق وشرف التقدم بالاسماء المطلوبه تجميد اموالها في اوروبا ولم يرد احد. سوزان وعلاء وجمال مبارك نقلوا ارصده مصر المهربه من قبرص. الخبر ده على فكره منشور في روز اليوسف النهارده. اشتون تحذر البرلمان من تكاسل الحكومه لاسترداد الاموال المنهوبه. تحذر البرلمان المصري من تكاسل الحكومه لاسترداد الاموال المطلوبه. وكشفت اشتون انها طلبت عده مرات من رئيس الوزراء الاسبق عده مرات الفريق احمد شفيق ورئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف وقت توليهما منصب رئيس الوزراء في مصر التقدم بشكل عاجل للاتحاد الاوروبي بمسوده الاسماء التي تريد الحكومه المصريه تجميدها غير انهما وعداها بذلك ولم يحركا ساكنا. كما اكدت انها جلست مع الدكتور شفيق والدكتور عصام شرف وتحدثت بصراحه وكشفت لهما معلومات شديدة الخطورة منها أن الأموال المصرية المهربة معرضة لخطر نقلها وإخفاء مصادرها مع الوقت وضياع كل أمل لمصر في التوصل إليها ومحدش سأل فيها. عشان كده بقول لكم أن الشباب في وادي والمسؤولين في وادي. عشان كده بقول لكم أن الشباب لما مسكوش الثورة وطلعوا يحكموا الثورة حصل لها هذا الترهل وهذا يعني هذا الغباء في التصرفات. نعم معانا على التليفون الدكتور محمد محسوب اللي هو امين عام المجموعه المصريه لاسترداد ثروه الشعب المصري من الخارج. الاستاذ محسوب. ايوه مساء الخير استاذ دكتور. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير اهلا وسهلا. سيادتك قريت الخبر ده؟ انا ما سمعتش حضرتك بتتكلم عن ايه في الحقيقه. هي اشتون اللي هي المفوضه العليا للاتحاد الاوروبي بتقول انها بلغت الدكتور شفيق والدكتور عصام شرف اكتر من مره. نعم عرفت الخبر انا قريته قبل كده. قريته. هل الخبر ده صحيح؟ والله انا ما اعرفش مدى مصداقيته لكن هو يتوافق مع تصريحات سابقه لمسؤولين كتير في الاتحاد الاوروبي وفي دوله سويسرا وهي مش في الاتحاد. وانا في الحقيقه كنت في بعض الدول من حوالي اسبوعين انا راجع يوم 3 يناير برضه مساعد لوزير الماليه السويسري قال ذات التصريح وكان بعت لي ايميل في الحقيقه يعني انا اثرت ان انا انشره على بعض الجرائد المصريه لانه راجل اولا كان بيفيد بحاجتين وده مسؤول في وزاره الماليه بيفيد انه ما ظهر من اموال هو راس جبل الجليد وهي مجرد اموال ما لحقتش تتحرك من اسماء الاشخاص الى الاشكال القانونيه الاخرى لاخفاء المال وبالتالي تم ضبطها. الناحيه الثانيه ان الاموال الحقيقيه اللي موجوده بقى في مجموعات الاصول واللي موجوده في اشكال قانونيه خفيه وباسماء شركات الاوفشور او باسماء السخره يعني باسماء وهميه ايوه هذه الاموال لا يوجد طلب حقيقي من الحكومه المصريه للبحث عنها. ليه يا دكتور؟ ما انا هقول لحضرتك حاجه. اولا الحكومه المصريه الاجراء الاول اللي كان يجب ان تتخذه واللي ما زال لم يتم حتى الان هو طلب بيان واضح من الجهاز المصرفي عن الاموال اللي خرجت من الاقليم المصري في ال10 سنين اللي فاتت. دي سهله.
ما هو سهل لكن ما تعملش. ليه؟ ما تعملش يعني أنا في الحقيقة أعتقد أن هناك تواطؤ، وبقوله في كل حتة كده. تواطؤ مين؟ الحكومة تواطؤت مع مين؟ تواطؤ لأنه مفاصل الدولة ما زال النظام السابق بيحكمها. طب تمام. الجهاز المصرفي ما زال بيتولاه الناس اللي عينوا من النظام السابق. ومن ثم هم في الحقيقة ربما بيخفوا معلومات، لكن هم مش واخدين بالهم أن هم بيرتكبوا جرائم جديدة، جرائم إخفاء أدلة، وجرائم مساعدة المسيطرين على المال المهرب في الخارج دلوقتي. حتى مش هم الفاسدين، الفاسدين في سجن طرة، لكن المسيطرين عليهم هم بعض مساعديهم وبعض الشركات وبعض المكاتب اللي هي يعني بتلعب بتكنيكات. وربما أيضا هناك اتصال ما بين سجن طرة وما بينهم. ربما سجن طرة يعني ما هوش مغلق يعني. لكن الغريب انه الاجراء المبدئي البسيط ان احنا نعرف الاموال اللي خرجت عشان نقدر نميز منها اللي خرج بطريقه غير مشروعه واللي خرج بطريقه مشروعه، ونعرف خرج راح بلد ايه نبدا نتتبعه. يعني الاجراء الاول هو التتبع وليس التجميد. الخيط، نمسك الخيط من اوله. بالظبط. اما طلب التجميد، تجميد الاموال باسماء فلان الفلاني، ده كلام للاستهلاك المحلي، لانه السارق لا يضع المال باسمه، وإنما المال بيمر بذمته سريعا ثم يوضع بأشكال قانونية مختلفة بقى للإخفاء. كلام أشتون عن إن المال بس من باب الاحتياط انت برضو تبعد بالاسم، لربما يكون في مبلغ كده ولا مبلغ كده محطوط بالاسم. يعني مش هتخسر حاجة. انا مع حضرتك انه ده احتياطا، لكن احتياطيا بتطلب طلب تجميد اموال فلان وفلان 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 وخلاص. ما احنا دايما بنطلب، زي البيان اللي احنا طلعناه امبارح بنقول نحن نحتاج الى اجراءات كافية للكشف عن الفلوس. طب وانتوا كلجنة يا دكتور، انتوا كلجنه يا دكتور او هيئه بتشتغلوا ازاي؟ يعني ازاي بتستطيع انكم تشتغلوا وسط وجود اللي انت قلت عليهم اللي هم؟ والله اللجنه هي مجموعه من القانونيين، ابتدات في ميدان التحرير في شهر يناير يوم 7، وضمت شخصيات كبيره ساعتها، يعني شخصيات قانونيه كانت متواجده في التحرير، دكتور حسام عيسى، دكتور سليم العوه، دكتور علي الغتيت على سبيل المثال. ايضا انتوا كلكم فطاحل يعني. هما يعني اغلبهم لنا علاقه بالمجال الدولي في المعاملات الدوليه. ايوه طبعا طبعا، المقام الدولي وما شابه. وبالتالي كنا شفنا ان الثوره خلاص هتنتصر وعايزه فلوس بعد كده عشان تحقق النهضه، والفلوس اتسرقت. فبدانا نؤسس لهذه المجموعه، ودخلنا في كلاش كده مع امن الدوله، يضربونا شويه ونعمل وبسايتات يدمروها وما شابه. لكن المهم يعني في الحقيقة بعض العلاقات نشأت بشكل غريب، يعني المصريين كلهم عايزين يساعدوا في الخارج وفي الداخل، فبدوا يرسلوا لنا مستندات وأوراق تفيد بوجود مال هنا ومال هناك. لكن في الحقيقة في النهاية اللي بنقوم بيه دوت هو عمل عفوي، عمل مش منظم في النهاية. احنا ما عندناش قدرات وآليات الدولة، ولا عندكم سلطة، ولا عندكم ورقة تكتبوا بيها اسم الدولة. بالضبط. يعني احنا شاكينا في سويسرا انه في حركة اسمها حركة سوزان مبارك للمرأة والسلام، نعتقد انها كانت احد المعابر لمرور المال من الاقليم المصري لسويسرا، والمؤسسة دي مسجلة في جنيف. قامت السلطات في سويسرا حققت وقبضت على شخصين اللي هو وليد شاش وشريف طنطاوي، وامتد التحقيق الى عليا البنداري، ثم امتد الان الى سوزان مبارك، ومش عارف ليه النائب العام عندنا بينفي. امتد التحقيق الى شخص سوزان ثابت، ومطلوب سماع اقوالها نفي هذا الموضوع. لكن الغريب ان الدوله ذات المصلحه اللي هي الدوله المصريه لم تفتح تحقيقا، ولم تساعد حتى الدوله السويسريه في ذلك. وده سيترتب عليه ان الحسابات اللي بيجري التحقيق بشانها دلوقتي وهي حوالي 950 مليون دولار، هتقول في النهايه الخزانه السويسريه مش الخزانه المصريه. انت بتتكلم على مليون دولار. دولار مليون دولار. مليون دولار، 150 مليون دولار. ايوه. التحقيق بيجري على جريمه غسيل اموال على الاراضي السويسريه. فبيبقى مقال الفلوس ايه؟ مصادرتها للخزانه السويسريه، طالما ان صاحب المصلحه اللي هي الحكومه المصريه لا تتحرك ولا تتعاون ولا تشارك في التحقيق. وهل الدكتور الجنزوري عنده خبر بهذه طبعا التنقلات والاحداث والاخبار والبتاع؟ يعني بعتوا له رساله معينه؟ انا هقول لحضرتك يعني حاجه من خبرتنا في هذه المده الماضيه. ملف استرداد المال هو في يد حد اعلى شويه من رئيس الوزراء.
ومن ثم عشان كده لا يتحرك. وكان حصل مبادرة من الدكتور شرف بعمل لجنة سموها لجنة قضائية، وهي في حقيقتها إدارية لأنه ليس لها سلطات حقيقية. خلاص أنت جبت اللي فيها دكتور محسوب. خلاص أنا بشكرك جدا جدا جدا، ألف شكر دكتور محمد محسوب رئيس لجنة السرداد أموال المنهوبة من مصر في الخارج، وجاب اللي فيها، قال هي في إيد حد أعلى من كمال الجنزوري، فالحكاية مش عايزة تعليق بقى.